مساء الخير، انا بس عايزه اتاكد ان الصوت شغال وان كل حاجه شغاله. انا مش لاقيه اي كومنتس ولا اي حاجه. انا مش متاكده حتى ان اللايف شغال. طيب مساء الخير، انا مش متاكده لسه ان الدنيا شغاله كويس، يا ريت لو حد ينفع يبلغني الدنيا شكلها ايه. انا نرمين بدير، انا مدرس امراض جلديه واستشاري امراض جلديه. زي ما هو مكتوب احنا هنتكلم النهارده عن الهير لوس، كل حاجه عن الهير جروث. اول حاجه هبتدي اتكلم عنها هي ازاي، يعني ايه اصلا تساقط شعر. الكلمه نفسها معناها ايه تساقط شعر؟ عشان اوصل لمعناه محتاجه اوصل اعرفه الاول علشان اعرف انا شعري بيقع ولا لا. امتى اقول انا شعري فعلا دلوقتي بيقع؟ ببتدي اعد الشعر اللي بيقع. اعد الشعر اللي بيقع يعني ايه؟ يعني هسرح مره شعري وخلاص وانتهينا، وبعد 24 ساعه اسرحه تاني وتبقى اول مره اسرحه من اول المرة اللي فاتت. يعني أنا مثلا الساعة 8 بالليل أنا سرحت شعري ولميته خلاص، تاني يوم 8 بالليل أنا سرحته تاني لأول مرة في ال 24 ساعة دي على فوطة بيضة، جمعت الشعر ده وعديته. لو وصلت من 50 ل 100 شعراية الحالة دي أنا وصلت فعلا لتساقط الشعر. هي دي حاجة سخيفة، هي هنعملها مرة واحدة بس، دي بتطمني أنا فعلا شعري بيقع ولا أنا قلقانة على الفاضي ولا أنا متوترة وخلاص. لو انا تجاوزت الرقم ده، ده تساقط حقيقي في الشعر، تساقط بدرجه كبيره، بنسميه تساقط كاربي. النوع التاني من التساقط اللي هو التساقط الوراثي هتكلم عليه بعد شويه. طب هو ليه اصلا بيحصل التساقط الكاربي؟ كلمه كاربي يعني كارب، يعني الشعر تعرض لدرجه من الضغط، او هي الكارب اللي هو نوع من الضغط العصبي، فنتج عنه ان الشعر ده تساقط. طب يعني ايه ضغط؟ مش لازم ضغط عصبي على فكره، في ضغوط كتير بيتعرض لها الشعر تنتهي بان هو يتساقط. يتساقط امتى؟ يتساقط بعد 3 شهور من الصدمه اللي اتعرض لها. ايه هي نوع الصدمه اللي متعرض لها؟ اي حد خس اكتر من 10 كيلو هيحصل له ده، هيحصل له تساقط في الشعر. اي حد انا لغايه دلوقتي مش ظاهر لي اي كومنتات الحقيقه، فمش عارفة إذا كان أصلاً الصوت شغال مش شغال، كل ده مش عارفة شغال ولا لأ. طيب أنا هكمل لغاية ما نشوف إذا كان في أي مشكلة. أي حد خس أكتر من 10 كيلو ده هيحصل له تساقط كاربي. أي حد بعد الولادة لازم هيحصل تساقط كاربي، والفترة مش قليلة الحقيقة. امتى يبتدي يحصل بعد الولاده؟ يبتدي يحصل immediately، فورا بعد الولاده. امتى ينتهي بعد الولاده؟ ينتهي انا بحاول افهم. طيب ينتهي امتى؟ ينتهي في حدود الشهر، ممكن يوصل لغايه الشهر التاسع. تمام. كده انا اتاكدت ان الفيديو شغال بس. خلاص يبقى احنا اول اي حد خس اكتر من 10 كيلو، اي حد تعرض لحدث زي نزيف شديد مثلا، اي حد تعرض باي حد بعد الولاده، دي 3 احداث كبيره بيحصل بعدها تساقط شعر. الحالات اللي بيحصل فيها سوء تغذيه شديد زي حالات الانيميا، نقص الحديد، نقص الزنك. نقص الحديد اشهر سبب، علشان كده التحليل الفيريتين او سيرم فيريتين هو اشهر تحليل لازم يتعمل عشان اعرف في تساقط كاربي ولا ما فيش تساقط، او يعني اعرف اعالج التساقط الكاربي. تمام. يبقى احنا التساقط الكاربي هيحصل بعد الاحداث اللي قلناها دي، بعد العمليات الكبيره، بعد النزيف الشديد، بعد الولادات، بعد الضغط العصبي الشديد جدا جدا جدا، بعض امراض المناعه الذاتيه بتوقع الشعر بعدها، الناس اللي اتحجزت في المستشفى لاسباب او حالات شديده احتاجت محاليل، كل الكلام ده بيحتاجوا برضو
ان هم بيحصل لهم نوع من تساقط الشعر الشديد. الشعر بيطول قد ايه؟ الشعر بيطول سنتي كل شهر او بوصة كل 3 شهور، في الرينج ده. هو ممكن يعني الحالات ان في ناس بتقعد تقول لك انا ممكن اديك علاج يطول 4 أو 5 سنتي في الشهر، كل ده مش حقيقي. هو السنتي المعدل الطبيعي اللي انا مستنياه للشعر السليم ان هو يطول سنتي في الشهر. طيب انا كده عرفت امتى اعرف ان هو سقط، بيحصل له تساقط حقيقي، لما اعد 24 ساعة من التساقط والاقيه بيقع اكتر من 50 او 100 شعراية في اليوم. طيب بيحصل ليه؟ بيحصل بعد ايفنت كبير في حياتي، وممكن الايفنت ده مش لازم يكون حصل النهارده، التساقط ممكن يحصل لغايه 3 شهور بعد الايفنت. يعني ممكن اكون عملت رجيم وخسيت فعلا 10 كيلو وخلاص انا ثبت وزني وابتدى شعري يتساقط. كل الناس اللي بتعمل جراحات تخسيس يكاد يكون كلهم بيحصل لهم تساقط شديد في الشعر بعدها، لان هو اساسا المعده مش متقبله اكل كتير، ويا دوب فالناس لو كلت ابسط حاجه بتحبها هتحرم نفسها من الحاجات المغذيه. كده انا عرفت تساقط الشعر، عرفت امتى شعري بيتساقط، عرفت اسبابه، وهعالجه ازاي؟ لازم اوصل للسبب عشان اعرف اعالجه، لان بمجرد علاج السبب بيتحسن، الدنيا بتتحسن كتير قوي قوي. يعني لو هو نقص حديد الدنيا بتتحسن بنقص بتعويض الحديد ده. هو الحديد السيرم فيريتين المفروض يبقى كام؟ ده سؤال حلو. السيرم فيريتين المفروض ان هو يكون 70 ل 80. الطبيعي بتاع السيرم فيريتين كام؟ الطبيعي بتاع السيرم فيريتين من 10 ل 20 يبتدي يبقى نورمال للصحه العامه، لكن الشعر بيتساقط لو هو برضو في الرينج ده، فانا بحتاج ان هو يعلى عن كده. يعني ممكن تلاقي السيرم فيريتين المعمل الارقام بتاعه المعمل بتقول لك ان هو سليم، لكن دكتور الجلديه بيقول لك لا ده مش ده، محتاجين اكتر من كده. ده التالوجين افلوفيوم او تساقط الشعر الكربي. ايه النوع، ايه الانواع التانيه من تساقط الشعر؟ في النوع اللي هو الناس كلها بقى بتشتكي منه وعلاجه مش سهل، هو تساقط الشعر التساقط الوراثي، الصلع الهرموني الوراثي. الصلع الهرموني الوراثي من الحاجات السخيفه انا عارفه، بس من الحاجات اللي ممكن العلاج يجيب فيها نتائج. هو انا بعرفه ازاي برضو الصلع الوراثي؟ خلي بالك الصلع الوراثي في السيدات مختلف عن الصلع الوراثي في الذكور، بمعنى ان الذكور لازم هيخسر من الهير لاين هنا، هيبتدي يتراجع وبعدين يقع من هنا. السيدات لا، الهير لاين بيفضل سليم. هتقولي لي طب انا شعري بيتراجع من الجناب، ده مش صلع وراثي، ده تساقط كربي، وغالبا اكتر اشهر اسبابه هو هنا هيبقى نقص الحديد. الصلع الوراثي عند السيدات بيسيب الهير لاين سليم ويبتدي الشعر يخف من هنا من ورا الهير لاين، وبيخف ساعات بدرجة كبيرة مش قليلة. الصلع الوراثي من الحاجات اللي بنحتاج نتكلم فيها، ان احنا نقول هنبتدي علاج من النهاردة لمدى الحياة، جزء من اللايف ستايل بتاعي زي ما بغسل سناني ان انا بحط حاجة، بستعمل حاجة للصلع الوراثي. علاجاته كتير. في حاجات كتير منها ابروفد ومتوافق عليها ومتوافق عليها تماما، في حاجات كتير منها كده. في حاجات اثبتت فعاليه كبيره لكن هي لسه مش متوافق عليها رسميا، في حاجات برضو اثبتت فعاليه كبيره، لكن كل ده يجمع بينه ان انا هفضل على علاج فترات طويله جدا في حياتي. ليه؟ لان هو اساسا عندنا سببين للصلع الهرموني الذكوري، زي ما بيقولوا هو هرموني ووراثي، فعندي جينات وهرمونات، دي حاجه ما بنقدرش نغيرها الاثنين. الادويه اللي بتلعب في الهرمونات برضو ما بنعرفش نديها فترات طويله، وهي اساسا المفروض انها لا تؤخذ للسيدات اللي هي النوبيشي، مش المفروض ان السيدات ياخدوها ومش المفروض ياخدوها فترات طويله. فاللي بيحصل ان احنا ما بنلعبش في الاثنين دول، بنستعمل علاجات لفترات طويله حتى لو مدى الحياه. انا دايما بحب اقولها تغيير في اللايف ستايل اكتر ما بحب اصنفها ان هي علاج. يعني انا هحط ازازه المانوكسيديل، انا بقول مانوكسيديل جنب فرشه السنين، انا ما بغسلش فرشه سناني لمده سنه واوقفها، وبرضه ما بحطش المانوكسيديل لمده سنه واوقفه، انا بستعمل الاثنين مدى الحياه، مره الصبح ومره بالليل. في حاجات تانية للعلاج التساقط الشعر الوراثي الهرموني، في حاجات تانية زي خوذه الليزر الليد ليزر، في حاجات غير مسجله لكن اثبتت فعاليه زي البي ار بي لو اتعملت بشكل سليم، ميزوثيرابي لو اتعمل بشكل سليم. كل ده اللي انا لا انصح بيه الناس اللي بتاخد مضادات لهرمون الذكوره زي النوبيشيا، انا شخصيا لا افضلها، وهي مكتوب عليها انها للرجال فقط وليست للسيدات، وانا شخصيا مش من مفضل. انا اسفه، اتمنى يكون كامل الفيديو ده. الصلع الوراثي والصلع الهرموني الوراثي والتساقط الكربي وتعريفه.
في سؤال تاني دايما بينتشر، اللي هو البشرة الدهنية، فروة الرأس الدهنية، والقشرة. انا لسه راجع من العيادة وبشتغل من 7 الصبح، معلش. بعمل ايه لو انا عندي برضو؟ هنتكلم دلوقتي، هي القشرة بتيجي ليه؟ القشرة بتيجي بسبب فروة رأس دهنية. هي القشرة معناها lack of hygiene، او ان انا شعري مش نظيف؟ لا، مش معناها كده. القشرة معناها بالظبط فروة رأس دهنية. طيب يعني ايه فروة رأس دهنية؟ يعني نفس الكلام، ان انا لازم اعمل على شوية حاجات لازم تفضل معايا في اللايف ستايل بتاعي عشان تقاوم تأثير فروة الرأس الدهنية اللي انا مولودة بيها بطبيعة، برضو بالجينات. ايه بقى الحاجات اللي بعملها؟ اولا، اول حاجة عشان اعالج القشرة هستعمل شامبو قشرة، هختار في كذا مادة فعالة، بركز على المادة الفعالة. في كذا مادة فعالة في السوق، ممكن اجيب حاجة واغيرها اروح جايبة نفس المادة الفعالة. لا، انا بختار شامبو الاول بمشي عليه يوميا لمدة 4 اسابيع. 4 اسابيع يوميا يعني ايه؟ بدلكه في فروة الراس كويس قوي واسيبه 5 دقايق قبل ما اغسله. بكرر ده كل يوم لمدة 4 اسابيع. المفروض بعد ال4 اسابيع تكون القشرة راحت. لو ما راحتش غالبا انا ما بسيبوش فترة كفاية في فروة الراس، او هو المادة الفعالة دي مش مناسبة ليا، ساعتها هغيره لمادة فعالة مختلفة، مش هغيره لشامبو مختلف بالاسم وخلاص، لان ممكن تبقى نفس المادة الفعالة. طب القشرة راحت. هنا بقى الغلطة اللي اغلب الناس بتقع فيها، ان القشرة راحت من هنا انا بروح مبطلة الشامبو خالص وارجع تاني اقول ايه ده، طب القشرة رجعت، ما هي فروة الراس الدهنية لسه دهنية. انا ما ببطلش الشامبو، بس ما بستمرش عليه كل يوم برضو لان هو بينشف. انا بستمر عليه باقل معدل اسبوعي للغسيل يعمل قشرة. بمعنى ايه؟ بمعنى انا خلاص ما بقاش عندي قشر، فما بقيتش بستعمله كل يوم، بستعمله 2 مرات في الاسبوع. القشرة ما رجعتش، مرة في الأسبوع القشرة ما رجعتش. حلو قوي، يبقى أنا هثبت على مرة في الأسبوع، مش هوقفه نهائي. طب أنا بغسل شعري، بروح الجنبة، اغسلي شعرك بإما كو ووش ببلسم، يا إما شامبو عادي، أي حاجة، لكن شامبو القشرة هنكتفي بيها مرة في الأسبوع في الآخر. المرة في الأسبوع دي هتعمل مينتننس، إن إحنا ما نرجعش تاني للقشرة. الحاجة التانية في القشرة، نمرة 2، السخونة. كل حاجة فيها حرارة هي هتزود القشرة. السشوار، المكوى، المية السخنة في الشتاء. المية السخنة لحظيا أول ما بتيجي على فروة الراس اللي فيها قشرة بتريحها، بس فعليا هي بتزود القشرة وبتزود الإكزيما الدهنية. فهي من الحاجات يعني كل مصادر الحرارة هتزود القشرة للأسف. فاحنا كل مصادر الحرارة هنحاول نتجنبها. في الشتاء هنستعمل، مش هقول مية ساقعة طبعا، أقل درجة حرارة أقدر أستحملها على راسي، أقل درجة حرارة يعني مش قادرة، خلاص مش قادرة أبرد من كده، هي دي. السشوار ما يجيش على فروة الراس نهائي، المكوى ما تقربش من فروة الراس نهائي، كل الحاجات دي بتزود. تالت نقطة، التعرض للشمس. حتى لو حضرتك محجبة، على الأقل مرة في الأسبوع في بلكونة أو في أي حتة فروة راسك لازم تتهوى وتتعرض للشمس. الشمس من الحاجات اللي بتحسن جدا الإكزيما الدهنية اللي في فروة الراس، وبتحسن القشرة كمان. مفيش حرارة، في شامبو قشرة، أقل درجة أقل معدل أقدر أستحمله، مفيش فيها، عرضه للشمس على الاقل مره في الاسبوع، كده ممكن اضمن لك ان القشره ما ترجعش تاني. احنا اتكلمنا كده عن التساقط الكربي، عن التساقط الصلع الوراثي، عن الاكزيما الدهنيه وفروه الراس الدهنيه. في انا موجوده بقى هجاوب على اي اسئله. هو انا للاسف الاسئله مش ظاهره عندي لايف، يعني بشوفها من اللابتوب، مش راضية تظهر عندي. انا جاوبت على سؤال السيرم في الروتين، جاوبت على سؤال الشعر بيطول قد ايه، ده سؤال احنا قلنا سنتي في الشهر. هو انا عندي اصلا ايه اللي بيحصل بيخلي الشعر يتساقط؟ احنا الشعر اساسا الشعرايه الطبيعيه جدا لازم هتقع ليه 50 ل 100 شعرايه في اليوم. اللي بيحصل في الشعر ان انا شعري اللي بيحصل في الشعر ان انا شعري ده مش ثابت، الشعر والجلد بيجددوا نفسهم طول الوقت. الشعرايه بتدخل في 3 اطوار طول ما هي عايشه، ما بين حاجه اسمها اناجين او طور النشاط، او تالوجين او طور النمو. الاناجين ده طور النشاط، اللي هي الشعرايه اللي انا شايفاها قدامي دي، بتقعد فتره طويله جدا، بتتراوح ما بين 2 سنين لغايه 6 سنين. هي النقطه دي مهمه، النقطه دي مهمه جدا، هي دي اللي بتحدد طول الشعر. يعني ايه؟ يعني الشعر احنا قلنا بيطول سنتي كل شهر، حتى لو اكتر او اقل شويه.
طب لو الاناجين دي عمرها سنتين، فبتيجي بعد السنتين تتحول لتالوجين اللي هي طور الكمون وتقع وتكمن، او تقعد 6 سنين فبتيجي بعد 6 سنين تدخل في طور النمو وتكمن. لا ايه اللي بيحصل بقى؟ هي دلوقتي بعد سنتين دي وصلت 24 سنتي، بعد 6 سنين وصلت 72 سنتي. فشوفي الفرق، كل ما الاناجين دي تقعد فترة اطول كل ما انا حافظت على طول اكتر، كل ما الشعر هيطول لطول اكبر اطول. لو انا حصلت لي مشاكل تغذية حولت جزء كبير من الشعر من الاناجين اللي هو الطور الناشط للتالوجين اللي هو الطور الكامن، ده معناه ان الشعر اولا مش هيضعف، هيبقى اخف منه كثافة، والحاجة التانية ان هو مش هيطول لان هو ما بقاش بيقعد ال6 سنين كلهم او 7 سنين، بقى يقعد فترة اقصر. الشعراية كمية بصيلات الشعر المفروض ان انا 90% منها في مرحلة الاناجين، 90% منها في مرحلة النشاط، و10% بس في مرحلة الكمون. طب لا ده زاد بقى 20% في مرحلة كمون، بقى 30% في مرحلة كمون، ده معناه ان الشعر بيخف، عمال يخف. انما لو الشعر قعد في مرحلة، يبقى انا هدفي من العلاج حاجتين، اولا ان الاغلب بصيلات الشعر تبقى مش في مرحلة نشاط، تبقى مش في مرحلة كمون وانما في مرحلة نشاط، ما هياش تالوجين وانما اناجين، شعر بصيلة نشطة فيها شعراية بتطول. والحاجة التانية، هدفي التاني من العلاج، ان هي تكون طول الوقت الشعرايه بتاخد الاناجين، بتاخد فتره طويله، اطول فتره تقدر عليه. ده مش معناه ان كلنا ممكن نوصل 7 سنين وكلنا ممكن نوصل لشعر طويل، لا هو بالوراثه بنختلف، بس على الاقل اوصلها لاطول مسافه انا جيناتي تسمح لي بيها. يعني انا لو انا الاناجين اصلا بتاعتي تسمح تقدر تقعد بال5 سنين، حرام ان هي تقعد 3 سنين وتقع. فالعلاج حاجتين، ان انا ازود عدد البصيلات اللي في مرحله الاناجين، الحاجه الثانيه ان انا ازود الفتره اللي بتقعدها الشعرايه في مرحله الاناجين. دول الهدفين، وان الحاجتين دول لما بيتعكسوا هو ده اللي بيرفلكت بمرض. يعني لو انا عدد البصيلات اللي دخلت في مرحله الكمون او دخلت في تالوجين زادت عن 10%، ده معناه ان انا هلاقي شعري بيقع في كل حته، ومعناه ان انا هلاقي كثافه شعري قل. لو البصيلات ما تحولتش ولا حاجه، بس الشعرايه نفسها الاناجين بدل ما هي بتقعد 5 سنين بقت تقعد 3، هلاقي شعري ابتو. ان في ناس بتيجي تقولي انا شعري قصر، كان اطول من كده وقصر من غير ما اقصه. ليه؟ عشان هي الاناجين فيس بتاعتك قلت من فتره لفتره. اكتر حاجه ده نقص الحديد. في سؤال، امال اعمل ايه في الهير لاين؟ اللي بيرجع الهير لاين زي ما قلنا الاسباب كلها اللي بتعمل تساقط كاربي. اللي هي ايه الاسباب اللي بتعمل تساقط كاربي؟ انا قلتها، نقص الحديد اشهر سبب، نقص الزنك كمان سبب مهم، العمليات الجراحيه والضغط العصبي، بعد الولاده بيتساقط، في حاجه كمان الانيميا احنا قلناهم، في حاجه الرجيم، اي حد خس اكتر من 10 كيلو هيحصل ده. انا برضو بحاول اجاوب على الاسئله بس هي مش ظاهره لي للاسف، انا مش عارفه ليه، مش عارفه فين المشكله اللي فيهم. طيب انا هحاول اشوف الاسئله على اللابتوب واجاوبها هو على التليفون. ده نفس القصه. ايه الشعر، ايه اللي بيحول الشعرايه من انها كانت سليمه وبدات تضعف؟ يعني انا رايي ان نقص الفيريتين هو اشهر سبب انا شفته بشكل مباشر بيعمل ده. طبعا بعض الادويه، في ادويه من الحاجات اللي بناخدها لعلاجات داخليه، اشهر دواء بيعمل كده هو الديباكين، بيغير التكستشر بتاع الشعر من ان هو ناعم لان هو اقل نعومه. How often should we cut our hair؟ مفيش اجابه محدده واحده قاطعه لامتى اقص شعري. انا بقص شعري لما الاقي اطرافه فعلا متقصفه. حكايه ان انا لازم اقصه كل شهر، لازم اقصه كل شهرين، لا ده مش مظبوط. في بعض الناس ما بتحتاجش تقصه، في بعض الناس بتحتاج تقصه. وده كمان ينطبق على فكره على غسيل الشعر. يعني في ناس بتقول الشعر لازم يتغسل مره في الاسبوع، لازم يتغسل مرتين في الاسبوع، لا الشعر لازم يتغسل لما تكون فروه الراس فيها دهون. لو حطيت ايدي في شعري ولقيتها شويه فيها دهون، ده وقت غسيل الشعر. هو بيبقى فيه دهون بعد اسبوع، بعد يومين، بعد يوم، بتختلف من بني ادم للتاني. مفيش اجابه واحده بتقول كلنا لازم نغسل شعرنا عدد مرات محدد. الشامبو مش وظيفته غير ان هو يشيل دهون فروه الراس. طالما بيشيل دهون فروه الراس يبقى انا ماشيه صح. يبقى امتى استعمله؟ استعمله لما الاقي دهون في فروه الراس. بغسل شعري
عدد المرات اللي تسمح ان ما يبقاش فيه دهون في فروه الراس، بس مره في الاسبوع بقى، حتى لو مره كل اسبوعين هي دي ما بتحصلش، محدش بيقعد اسبوعين. طب بحتاج في النص اعملي اللي انت عايزاه بقى، بقى اغسلي شعرك بميه بس مفيش مشكله، اغسلي شعرك كووش مع كونديشنر مفيش مشكله، لكن الشامبو وظيفته انه يشيل الدهون اللي في فروه الراس، فبستعمله لما يكون الشعر يقل في فروه الراس. الهير ثينينج والامتي سبوتس لو هي مش اندروجيناتيك الوبيشيا، الاندروجيناتيك الوبيشيا بيشخصها دكتور، لو هي مش اندروجيناتيك الوبيشيا هتبقى غالبا للاسباب اللي انا قلتها كلها، واشهرها الرجيم وسوء التغذيه، نقص الحديد. نقص الحديد اشهره ان احنا ما بناكلش، اولا الحديد موجود في اللحوم الحمراء في الكبده وفي الحاجات في الورقيات الخضراء، في حاجات كتير محتاجه بس اشهرها اللحوم الحمراء الحقيقه. لو احنا الناس النباتيين هيحتاجوا مكملات غذائيه فيها حديد. لو بتنزلي بول حتى لو بتلبسي بوني المفروض ان هو يتحط على اطرافه فازلين تونيك عشان ما يوصلش الميه للشعر. جود هير فيتامين مختلف من بني ادم للتاني، بس في حاجات كتير قوي في السوق كويسه، البايوتين كويس، بيرفكتيف كويس، ستريس تابس وذ زنك وان اوف ماي فيفورتس، في حاجات كتير فيتامينز لطيفه، نيوتريشن فور يور هير من الحاجات اللي انا برضو بالنسبه لي لطيفه. احمي طروف الشعر ازاي؟ فعلا انا مش عارفه اذا كان في حصل مشكله ولا لا. طيب هعيد تاني، which is less harmful baby lace ولا blow drying؟ البلو دراينج ومن بعيد احسن حاجه للشعر، ان هو يتساب ينشف في الهواء خالص من غير ما مدي ايدي عليه ولا باي حاجه خالص. مفيش وقت بستعمل هير دراير على درجه حراره بارده جدا جدا ما توصلش ل 125، دي نقطه مهمه. الحراره على شعرايه مبلوله ممكن تعمل جواها تدخل جواها اير بابلز فتخليها هي نفسها عامله زي السبونج وتفرقع. الحراره تتحط على شعرايه ناشفه طبعا لو مضطره لها، انما الحراره العاليه شعرايه المبلوله عند درجه حراره قليله جدا زي 115 بتبتدي يتكون جواها اير بابلز، لكن لو هي ناشفه بتستحمل الحراره لغايه 300 درجه. يبقى انا اولا لو حابه ان انا مستعجله جدا جدا ومش هقدر اسيبه اير دراي، يبقى هنشفه بسشوار درجه حرارته قليله بارده جدا ومن بعيد. لو انا خلاص نشف تماما وحابه ان انا افرده بحاجه فيها حراره، يبقى يفضل الاول سشوار. لو هضطر استعمل بيبي ليس، يبقى بيبي ليس تكون مكتوب عليها درجات الحراره وما تزيدش باي حال من الاحوال عن 230 او 240، لو وصلت 300 هتحرق الشعرايه هتكون جواها اير بابلز. ما يكونش مبلول نهائي وما يكونش عليه زيت نهائي، ما احطش سشوار سخن على شعر عليه زيت او كريم، سشوار بارد بس بارد بارد جدا كمان. الحراره تكون بسيطه جدا ما توصلش ل 100 لدرجه حراره عاليه وما قربهاش قوي. indirect heat indirect ومن بعيد. احمي شعري ازاي وهو احمي طروف شعري ازاي وهي كيرلي؟ احميها بالكريم، كريم او هي كريم، انا بفضل الكريم عن الزيوت، الزيوت انا بحس انها بتنشف. الكريم على اطراف الشعر هتحميها من انها تتكسر، اللي بيخليها تتكسر انها تنشف قوي. receding hairline و hair thinning ده اعتقد ماي فيتامين دي، فيتامين دي احد اشهر الاسباب اللي بتوقع الشعر، وفيتامين دي عندنا كلنا قليل، ما رغم ان احنا عندنا شمس ممتازه، بس اولا احنا ما بنحبش الشمس ما بنتعرض لهاش بما يكفي، ثانيا احنا اغلبنا سمر، لون بشرتي او لون بشره اغلب الناس في مصر مش فاتح، ده بيحتاج تعرض اطول للشمس عشان تقدر تجيب نتيجه. اخيرا اغلبنا ما بيعرضش كميه كفايه من الجسم للشمس، فكميه فيتامين my personal experience ان الزيوت بتنشف الحقيقه. كريم ايه؟ اي كريم على الهير اندز، اي ليف ان كونديشنر ممكن تستعمليه على اطراف الشعر، اي كريم تسريح ممكن تستعمليه على اطراف الشعر، بالمرز بكوكونات مش بطال، زيت جوز الهند نفسه لو هو مناسب لشعرك، لو زيت جوز الهند مناسب لشعرك ممكن تستعمليه على اطراف الشعر. الاويلز على الشمس، الاسينشال اويلز كلها ممكن تأثر على الشمس، ممكن تسبب حروق من مع الشمس على الجلد، وهي لو اتحطت على أطراف الشعر ممكن تيجي على الجلد طبعا. أنا شخصيا بفضل الكريم على أطراف الشعر.
غدير. اه الشعر بيقع بعد الولاده. انا قلت ده الشعر اللي بيحصل ايه بعد الولاده، ودي نقطه انا حابه اتكلم فيها. اللي بيحصل بعد الولاده بيوقع الشعر هو الانهيار المباشر السريع جدا في الهرمونات، مش الرضاعه. يعني حتى الناس اللي بتولد وما بترضعش بيحصل لها نفس التساقط. الشعر هيتحسن طبعا، مهم ان احنا نقيس الفريتين وصوره الدم ونعالج نقص الحديد لو موجود. نقص الحديد لو انت بترضعي لازم يكون فيتامينات مناسبه للرضاعه، مش اي فيتامينات مناسبه للناس اللي ما بترضعش هتناسبك وانت بترضعي. وطبعا الحاجات زي بريجنا كير اللي هي اصلا معموله للحوامل هتناسب طبعا اللي بيرضع. لكن حتى في غياب نقص الحديد، حتى لو ما فيش نقص حديد، هيحصل تساقط للشعر بعد الولاده. النزول الجامد قوي في الهرمونات من بعد الحمل بيوقع الشعر الحقيقه، حتى لو كان كده بيتعافى. اه بيتعافى تماما على 9 شهور بعد الولاده، بتلاقي الشعر ابتدى يتعافى وبطل يقع، وعلى سنه بتلاقيه طلع تاني ورجع تاني زي الاول. ده لو مفيش نقص حديد، لو مفيش مشاكل تانية غير مجرد الولادة بس. هو ده بيحصل في حالات تانية، بيحصل في حالات الناس اللي خدت هرمونات عالية جدا جدا، زي الناس اللي بتعمل تلقيح صناعي فبتضطر تاخد كميات رهيبة من الهرمونات عشان يبتدي يعمل اندكشن للبويضات. ده برضو اول ما بيبطلوها بيحصل تساقط للشعر رهيب جدا، وده ما يقلقش برضو هياخد كام شهر ويتحسن. best for frizzy hair leave-ins الكريمات، الكريم بس. لو حطيت كريم ما بحطش بعده هيت، ما بحطش لو حطيت ليف ان ما بحطش بعده مكوى ابدا، مكويش شعر عليه زيوت ولا ميه اطلاقا. لو عايزه تعملي حمام كريم يبقى ان دايركت هيت، وهيت بسيطه وان دايركت مش على الشعر مباشره. effective way to treat dandruff sticking to the scalp. طيب dandruff sticking انا اتكلمت على الروتين اللي بنعمله ازاي لو انا عندي dandruff. هو في اسباب تانيه للدندروف على فروه الراس غير فروه الراس الدهنيه، بعض الامراض زي الصدفيه، فهو يستحسن لو هي ما بتتحسنش خالص ان الدكتور يشخص بس بعد شر على الناس كلها، يشخص بس يتاكد ان ده مجرد فروه راس دهنيه. بعمل ايه الروتين؟ انا اتكلمت عليه هقول تاني بسرعه. بغسل شعري يوميا بشامبو قشره، بعد 4 اسابيع ممكن اغيره لو مش جايب نتيجه. بعد ما بخلصه ما بوقفوش بشكل نهائي، انا بقلله لاقل درجه تطلع اقل درجه تحافظ على الشعر ما فيهوش قشره، اللي هي غالبا بتبقى مره في الاسبوع. ما ببطلوش بشكل نهائي عشان فروه راسي لسه دهنيه. بعرض الشعر مره على الاقل في الاسبوع للشمس، لان الشمس مفيده جدا لفروه الراس. بمنع عنها اي مصادر حراره، ميه سخنه، سشوار، مكوى، كل ده بمنعه عنها. مينوكسيديل از ا جود اوبشن. فرق بين الصلع الوراثي والشعر يكون خفيف عشان اسباب تانية. انا اتكلمت عن تساقط الكربي والصلع الوراثي، هما حاجتين مختلفين. المينوكسيديل از ا جود اوبشن، المينوكسيديل وان اوف ذا بيست اوبشنز للصلع الوراثي، لكن ما هوش احسن اوبشن للتساقط الكربي الحقيقه. لو الشعر مجرد خفيف، لو الشعر بيقع لاسباب زي نقص مشاكل التغذيه، لو الشعر بيقع بعد رجيم، كل دول المينوكسيديل از نوت ذا بيست اوبشن. هو مش معمول لدول، هو معمول الحقيقه للصلع الوراثي تحديدا، او يعني هو ده افضل حاجه بالنسبه لها، لكن مش افضل حاجه، مش افضل حاجه في حالات التساقط التاني. انا بحاول تاني اشوف ايه تاني. في اسئله تاني؟ ممكن تقولي نوع كريمز الليفنز تاني بليز. طيب في كذا حاجه، في كريمز، في مدى واسع جدا من الكريمز والليفنز. اول حاجه الكونديشنر والليفن بيتحطوا على الشعر مش على فروه الراس، ولو هسيبه ولو والحمامات الكريم كمان للشعر مش على فروه الراس. لو هعمله ما سيبوش على فروه الراس فتره طويله، وحمامات الزيت كمان ما تتسابش على فروه الراس فتره طويله. شيا مويستشر از ماي فيفورت based on personal experience، مش ميديكال. الحقيقه ايفا بالعسل من الليفنز اللطيفه، كريمات التسريح اللي مش بطاله ومصري. بالمرز الستايلنج من الحاجات اللي مش بطاله برضو، ايفا بالصبار مش بطال. كل الحاجات دي ليفنز ممكن تجيبها، وبمدى واسع جدا من الارقام، من الاسعار والاختلافات والاماكن والتوفر والافيلابيليتي في السوق. hair is healthy lengthy، بقاله فتره thin brittle خفيف.
انا قلت هقول تاني الحاجات اللي بتحول الشعر من هيل من فيري من فيري ثين وبريتل، اشهرها نقص الحديد، اشهرها مشاكل التغذيه، وبعض الادويه زي الديباكين. الديباكين اشهر دواء بيقلل بيغير التكستشر بتاع الشعر. اللي الليفنز انا لا افضل الزيوت نهائي، انا شخصيا بفضل الكريمات عن الزيوت. بعض الناس بيناسبها الزيوت، لو هتحطي زيت على فروه الراس يبقى ساعه او ساعتين ويتغسل، ما ينفعش يتساب فتره طويله في فروه الراس، هيسبب اكزيما دهنيه وهيسبب قشره وهيعمل حب شباب في الجبهه، هيعمل حاجات كتير قوي. your thoughts about شيا باتر؟ انا بحب الشيا باتر، انا بستعمل شيا مويستشر وبفضلها. شيا باتر نفسها بحبها، بس هنمشي بنفس النظام، على ما تتسابش على فروه الراس فتره طويله، لو هتتحط على الشعر كحمام كريم بان دايركت هيت من بعيد، ما تحطش ما تبقاش تقيله. في أسئلة تاني؟ recommend a mask cream from Shea Moisture. حسب الشعر، حسب الشعر. الرو شيا مويستشر اللي هي ديب ماسك تريتمنت ماسك، ده انا شخصيا جربته واتبسطت منه. بس هو الحقيقه ان هي هتحتاجي ان انت تجربي كذا حاجه لغايه ما توصلي للمناسب لشعرك. الشعر يعني انا الديب تريتمنت ماسك بتاع شيا مويستشر بالنسبه لي كان كويس، كان ممتاز الحقيقه. matter of a month my hair fell falls from roots obviously مش تقصيف. recommendation please. recommendation ان احنا نقيس الحديد في الدم، سيرم فيريتين مش حديد، وصورة دم اول حاجة، ونبتدي نشوف مشاكل التغذية، مشاكل فيتامين دي، دي اشهر حاجات ممكن توقع الشعر بالشكل ده. بروتين بليز، ده السؤال. البروتين غلط على الصحة العامة اكتر ما هو غلط على الشعر الحقيقة، يعني خطر على الصدر وعلى الجسم اكثر ما هو غلط على الشعر. مش مجرد شعر، مش تاثيره مش مجرد على الشعر. everything possible best routine for oily hair انا قلته 6 7 حاجات وهكررها تاني في الاخر. حاضر، هكرر الحاجات، نفس الحاجات بتاعت الدندروف هي نفسها best for oily hair وهقولها تاني. good routine for hair to stay healthy under veil. under veil انا يهمني ان هو ما يتسابش مبلول تحت الشعر، ويهمني ان هو يتعرض للهواء والشمس مرة في الاسبوع، غير كده بنفس الروتين العادي بقى، بس يعني ما تقفليش عليه قفله جامده وهو مبلول، يا ريت تسيبيه ينشف في الهواء. الحاجه التانية يا ريت تعرضيه للشمس مره في الاسبوع. for oily hair في حل للشعر even hair fall even شعري بيطول عادي I take iron zinc مكمل غذائي and vitamins. انا بس يهمني ان احنا نعرف هو الشعر بيقع قد ايه، لان هو في الطبيعي لازم فيه 50 شعراية، مش لازم 50 يعني up to 50، ممكن من اقل من كده طبعا. في مواسم بيزيد فيها بين الفصول تساقط الشعر بيزيد. thin hair لو وراثة ايه الحل؟ الحل ان احنا نتجنب كل الحاجات التانية لعل وعسى ان احنا نوصل لأعلى كثافة ممكنة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي عايزه ما يبقاش فيه تالوجين فلوفي، ما يبقاش فيه تساقط كربي خالص، ما يبقاش فيه نقص حديد، ما يبقاش فيه، بوصل لاعلى كثافه ممكنه بان انا اقل. something really effective for dandruff. الحقيقه كلوال دي اس من دوكراي بالنسبه لي من الحاجات الكويسه، نيزاباكس من الحاجات الكويسه. انا بحب اقول رينج واسع من الاسعار علشان كل واحد يختار اللي يناسبه، وعشان برضو الافيلابيلتي مش كل المحافظات زي بعض. نيزاباكس ممتاز، دوكراي كلوال دي اس انا شايفاه من الحاجات اللي جايبه نتائج كويسه قوي. الاثنين دول بالنسبه لي هما ماي فيفورت الحقيقه. بس بقى الفكره بستعمله ازاي، عشان مش بس استعمل حاجه صح. الحقيقه لازم استعمله بان انا اولا ادلك فروه الراس بيه كويس قوي قوي قوي، واسيبه 5 ل10 دقائق قبل ما اغسله، يعني مش بعد ما مش مجرد ما دلكته في فروه الراس يتغسل، لازم يتساب فتره عشان to be effective. الحاجة التانية محتاجة أعرض فروة الراس ده للشعر الدهني كمان للشمس ولو مرة في الأسبوع. لو بتغطي شعرك مع الأقل مرة في الأسبوع، اقعدي في بلكونة أو في مكان يكون مفتوح وسيبي فروة راسك للشمس.
الحاجة التالتة بمنع أي مصادر حرارة عن فروة الرأس، لا مية سخنة ولا سشوار ولا مكوى على فروة الرأس، وما بحطش ولا زيت ولا كريم على فروة الرأس. ولا دوكري دي اس ولا كلوال دي اس. طيب جربي بس تسيبيه في فروة الرأس على الأقل 10 دقايق، لأن هو ساعات بعض الناس بتستعمله وتغسله فورا، ما بياخدش وقت، لازم أدلكه وأسيبه على فروة الرأس فترة عشان بس يشتغل، لأن هو فيه مواد مضادات فطرية وحاجات زي كده. ميزوثيرابي وبي ار بي سيشنز فيري افكتيف. يعني هي الفكرة ان هم رد فعل الناس ليهم مختلف من عيان لعيان، ده للأسف. يعني لو هم نوع كويس قوي بيجيبوا نتائج مش بطالة، بيجيبوا نتائج كويسة جدا لوحدهم، ممكن لوحدهم وممكن مع علاجات تانية. البي ار بي للأسف في بعض الناس بتقول لك في اختراع اسمه بلازما غير البي ار بي، بلازما يعني مش معمولة بي ار بي، لا ده كلام ملوش معنى. ليه ما بترديش عليا؟ والله ما خدت بالي، قولي سؤال تاني، ممكن يكون عدى من غير ما اخد بالي. انا اسفه، انا مش متعمده ما اردش على اي حد. البي ار بي المفروض انها تتعمل له على كيت، مش ما تتعملش كده لوحدها، او ما تتعملش مجرد بلازما بتلف في الجهاز وخلاص. ما فيش حاجه اسمها بي ار بي مصري وبي ار بي مستورد، هي المفروض انها تبقى بي ار بي يعني بي ار بي. شعري فجاه بقى مجعد من الجذور والباقي ناعم. التجاعيده نفسها، احنا اللي قلنا بعض الادويه بتغير التكستشر، بعض نقص المعادن بيغير بس الادويه اكتر. ممكن نراجع بس ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت، من سواء لو خدتي اي علاجات او ادويه لامراض تانية مش للشعر نفسه، نعرف هي ايه هي دي اللي بتطلع الشعر بعدها. خلي بالك ان الشعرايه اللي احنا بنتكلم عنها دي بقالها 3 شهور، يعني ممكن اكون من 3 شهور مثلا جالي دور حاجة واخدت لها علاجات واضطريت ادخل المستشفى مثلا، يبقى بعد 3 شهور هتأثر على شعري والحتة دي بس، وهيرجع تاني بإذن الله طبيعي. دي اكتر حاجة، الادوية اكتر حاجة ممكن تكون غيرت في التكستشر، بعض الادوية مش كل الادوية. ما خدتيش اي ادوية خالص واتغير؟ طب نقص الحديد، نقيس الفريتين، ده رأيي دايما. شعري في سنة تقريبا قصر جدا. شعرك قصر جدا، دي نفس القصه بس عندك انيميا. طيب ده سبب مباشر، ده سبب مهم جدا في الشعر. شعرك قصر دي معناها ان انا يعني هو ممكن يكون اكتر من سنه. الفكره كلها ان شعري قصر يعني ايه، انا حكيتها من شويه. الشعر بيدخل في مرحله اسمها اناجين، دي مرحله النشاط، الشعر بيطول طول ما هو في مرحله الاناجين دي سنتي كل شهر. الاناجين بتقعد من سنتين لغايه 7 سنين، مختلفه من بني ادم للتاني. لو انا شعري الاناجين فيه 5 سنين معناها ان هو بيوصل 30 سم. طيب لاسباب نقص التغذيه، نقص الحديد، الولاده، اي حاجه، ما بقتش بتقعد ال5 سنين، بقت بتقعد اقل. ده يخليها تقصر، يخلي شعري يقصر فجاه، الاقيه يقصر من غير ما تعملي حاجه. لازم تقيسي. انا رايي انك تعملي نفس التحاليل بتاعه الحاجه، التساقط الكربي، لو خسيتي، لو عندك نقص حديد، نقص فيتامين د، نفس اسباب التساقط الكربي اللي بتحول الشعر. واتس ذا مينيمم ليفل اوف فيريتين فور هيلثي هير؟ مينيمم ليفل اوف فيريتين للصحه العامه حوالي 10 ل 20، المينيمم ليفل اوف فيريتين فور هيلثي هير من 70 ل 80. فانا محتاجه حديد، لو لقيناه قسته ولقيته 20 او 30 ده هفضل برضو محتاجه لسه حديد. عشان كده ممكن المعمل يديكي نتيجه يقول لك الفيريتين سليم، بس لا، هو مش بالنسبه لك مش سليم، انت محتاجه لسه حديد تاني. لو في سؤال فاتني ممكن تقولوه تاني، لان الاسئله ما بتظهرش عندي، انا بضطر اشوفها في حاجه تانية في اللابتوب. Do I really need to cut all split ends in order to help it grow؟ هو in order to ان هو يبقى شكله احلى، لان الطروف، لكن هو هيجرو، هو بيجرو من طروف، من جذور الشعر، لو وما فيش ميعاد محدد لازم تقصيه. لكن split ends انا بفضل انها تتقص ان شكلها وحش بس، لكن الشعر من الجذور هيفضل يطلع. حد موجود اكل؟ معلش عشان، طيب انا مش فاهمه قوي السؤال، ممكن تعيديه تاني. البيوتين احسن ولا بيرفكتيل؟ دي حاجه ودي حاجه، ده حاجه وده حاجه. البيرفكتيل من الحاجات المفضله عندي، لان هو فيه الحد الادنى من فيتامين د اللي احنا محتاجينه يوميا، اللي هو 800 وحده، وفي برضو بيوتين بس بجرعه قليله. هما بيطلعوا شعر زياده او بيتخنوا، هما البرفكتيل بيفتح النفس، فهو يعني هو مش هيتخنك بس هيخليكي تاكلي زياده، فلو اكلتي اكل هيلثي مش هتتخني. البايوتين بيطلع شعر زياده، ده سؤال مهم. هو البايوتين بيخلي الشعرايه نشطه، فبيخلي الشعرايه تطول اكتر، لان هو بيخليها في مرحله نشاط، بدل ما هي فتره قصيره فتره اطول. بس ده ما بيعملوش بس في شعر الراس، بيعملوه في شعر الجسم كمان. شعر الجسم مرحلة النشاط بتاعته بالكتير 30 ل 45 يوم، فهي لو 30 يخليها 45، فتبدأ باين كأن الشعر أتقل في الجسم شوية. I have lost half of my
hair and I want it grow back, please I have curly hair and they use sulfate free, مفيش مشكلة خالص. بس لازم نحلل نفس الكلام اللي قلته، لو خسينا، لو عندنا نقص حديد، نقص فيريتين، الفيريتين أهم حاجة، وفيتامين دي. الفيريتين وفيتامين دي أهم حاجتين في الهير فول. فيتامين دي في المفروض ان هو ما يقلش عن 20 ل 30، مش 12، 12 قليل. اني مين بس مش المفروض برضو اخده باستمرار تو اناجين فيز اكتيفيتي فيز، ما هو كل اللي بنقوله ده عشان نحوله. شعري كله بيبي هير وعلى طول هايش، حمامات كريم وليفنز هي دي اللي بتنيم البيبي هير وبتخليه ما يتكسرش. اي جود برودكت فور هاي بوروزيتي فريزي هير؟ اي يوز ماني برودكتس اند ناثينج worked. انا شيا مويستر بالنسبه لي من الحاجات اللطيفه، ده بيزد اون اكسبيرينس. شعر اختي بيقع بدون، طيب ما هو نفس الكلام، احنا بس عايزين نعرف سبب التساقط. لو هو مش طالع وراسي هنحتاج بانتوجار كويس، مش بطال خالص. السؤال التاني، شعر اختك بيقع، لازم نوصل لسبب التساقط، نقص الحديد، نقص الفيريتين، ضغط، ضغوط عصبيه، كل الحاجات دي. وخلي بالك الحاجه اللي بتتعمل النهارده بتاثر على شعرها بعد 3 شهور، هيفضل يقع بعد 3 شهور. Does Pantogar work with laser hair removal؟ هي الفكرة ان Pantogar مكتوب عليه ان هو بيزود، did cortisone cause hair loss؟ كورتيزون ما بيسببش hair loss، بس هي الامراض اللي بناخد لها كورتيزون ساعات لو هي امراض مناعة ذاتية هي نفسها اللي بتسبب hair loss. خلي بالك ان الحاجة اللي بناخد لها جرعة كبيرة من الكورتيزون عادة هي نفسها بتسبب stress على الجسم، غير لو مناعة ذاتية هي نفسها بتوقع الشعر. والف سلام عليكي. My scalp hurts. الحديد موجود في السبانخ، موجود في اللحوم الحمراء وفي الكبدة الحمراء. Why my hair fall from the roots؟ ما هو ده نفس الكلام، التساقط الكربي وبكل التحاليل اللي قلتها. My scalp hurts. أولا I have جرح، but there is if I have as if I have جرح. ساعات التساقط الكربي بيعمل كده، بيوجع فروة الرأس. ما تربطيش أي حاجة على رأسك بشكل جامد، سيبيه في الهواء. لو محجبة خلي الشارب برضو لوس، مش تخليهوش شادد على شعرك. لو فروة راسك ما فيهاش حاجة ما تحطلهاش أي حاجة، وما تغسليش شعرك بشامبو جامد دلوقتي، استعمليه كووش لغاية ما فروة الراس تهدى، هتخف ما تقلقيش. يعني I can't use it laser hair removal. البانتوجار أنا لا أفضله مع الليزر هير ريموفل، لأن هو ساعات بيزود الشعر فهيلخبطك، هيلخبط إحنا السبب المشكلة في الجلسات ولا المشكلة. شخصيا لا أفضل البانتوجار مع الليزر هير ريموفل. Secrets of nature product chemical free and effective. المفروض اللي هما الناس بتقول، انا ما جربتهاش شخصيا بس هما بيقولوا ان هي chemical free. Effectivity effectiveness انا ما جربتها لسه، ما شفتهاش برضو، لازم احلل فيتامين د. ده سؤال مهم. What's the relation between weight and hair loss؟ كل ما الناس بتخس لازم، اي حد بيخس اكتر من 10 كيلو هيحصل له تساقط في الشعر. فيتامين د، هو انا المفروض احلل قبل ما اخد فيتامين د؟ لو هاخد الديلي دوز اللي هي 800 ل 1000 انترناشونال يونت مش مهم احلل، لكن عايزه اخد ثيرابيوتيك دوز، دو جرعه كبيره جدا بتعالج، لازم احلل. لان هو لو زاد قوي، لو زاد عن 150 هيحصل لي اعراض تانية برضو، فغلط. فانا المفروض احلل لو انا هاخد جرعه عاليه. لو انا هاخد الديلي دوز دي ممكن اخدها من غير علاج، لان انا كده كده محتاجاها يوميا. To grow my hair longer, what do you suggest؟ كامينو موتو هير جروث مش بطال، الاكسلريتور مش بطال خالص. كامينو موتو ما عنديش مشاكل معي. I have biotin pills containing 1500 microgram. Does it increase hair growth؟ بيزود شوية، لأن هو بيحول شعر الجسم كمان مش شعر الرأس بس لل split ends. ليها حل غير الكات اوف؟ لا، ليها حل إن احنا نحط عليها كريم عشان ما تظهرش بس، وانتي بتصرحي ما يبقاش شكلها خشن ومنعكش. Stress taps with laser is okay؟ stress taps okay. بايوتين 2500 هو لغايه 5000 ولغايه 10000 شغال. ال 2500 جرعه قليله، ما اظنش ان هي تزود شعر الجسم، بس هو في كل الاحوال البايوتين زي ما بيزود شعر فروه الراس للاسف بيزود الاناجين هير بتاعه الجسم، فبيعمل كده. جل الصبار كويس للشعر؟ جل الصبار كويس قوي للشعر، يا ريت بس يكون الكحول فري اللي هو الطبيعي خالص، ويتحط على فروه الراس ويتساب كام ساعه ويتغسل، ما يتحطش ليفن، يتحط على فروه الراس ويتغسل بعد كام ساعه. لو في اسئله فاتتني ممكن تسالوها تاني، انا فعلا في اسئله مش شايفاها للاسف، يعني وقعت قبل ما الحق اجاوبها او اقراها. طيب تمام،
انا هوقف هنا بس كل التعليقات حتى لو ما عرفتش اجاوبها النهارده هجاوبها eventually، فاي سؤال هيجي على الفيديو ده انا هجاوب عليه على السؤال نفسه. تصبحوا على خير، يا رب تكونوا استفدتوا.